مدرسة، لا مدرسة عندنا، لا تعليم، لا مستشفى، لا خدمات، الاستثمار بس لكم. لهذه الأسباب وغيرها يطالب سكان النجف محافظها لؤي الياسري بالاستقالة من منصبه. تظاهرات غاضبة انطلقت منذ أيام في النجف للمطالبة بمحاكمة الياسري بسبب الأوضاع السيئة التي تعيشها المحافظة، بدءا من انتشار الفساد المالي والإداري وتردي الخدمات، وليس انتهاءا بعمليات القتل التي طالت العديد من الناشطين والمتظاهرين دون محاسبة الجنات. احنا طالعين اليوم ضد المحافظ بأسباب، وهي أولا مجزرتين مرت على النجف ونفس المحافظ ونفس التقصير الأمني، مجزرة الحكيم ومجزرة الأربعاء الدامي، ومن بعد هاي المجزرتين أيضا تكررت أكثر من حالة خطف على مجموعة من المتظاهرين ومحاولات اغتيال. انتشار المخدرات وسوء الوضع الأمني وفساد السياسيين المتنفذين وغيرها مشاكل دفعت بالسكان للتظاهر رغم التضييق الأمني عليهم. المخدرات انتشرت في محافظة النجف، والخروقات الأمنية والقتل والسلب والنهب، ناهيك عن الأمور اللي تحدث ويتكتم عليها الإعلام الأمني. فلذلك احنا خرجنا نطالب بإقالة ومحاسبة، مو فقط إقالة، محاسبة الفاسدين بما فيهم المحافظ ونائبيه وقائد الشرطة، على اعتبار هم المتسترين الأول والأخير على الجرائم اللي جاي يصير. من أهم الأسباب اللي طلعنا عليها لإقالة المحافظ ونائبه هو الوضع الأمني اللي محافظة النجف الأشرف. نحشي لقبل سنة 2019 و2020 صارت مجزرتين بالنجف، مجزرة الحكيم واحدة معدوم، والثانية مجزرة ساحة الصدرين، مجزرة الأربعاء الدامي. هو المسؤول الأمني اللي على محافظة النجف. المتظاهرون اتهموا محافظ النجف بسوء استغلال منصبه على مدار السنوات السابقة وتمكين أحزاب السلطة الفاسدة في المحافظة. يا محافظ النجف، انت صار لك 7 سنوات سويت للنجف، سويت النجف عبارة عن تكاكيل الأحزاب، استثمارات شيل وخذ بس للأحزاب. نحكي على الوضع الاقتصادي، عندك شارع، عندك المكتب الإعلامي مالتك يا محافظ النجف، شارع واحد بالنجف 20,000 مرة نشره، هذا الوضع الاقتصادي سويت بالنجف. محافظ النجف أول ما اجى ابنه بالنجف قام يبيع مخدرات، من قام يبيع مخدرات نمنع أصابه، فأصابه بالنجف سببها المحافظ وابنه. هسه لو ابنه يصير تحقيق، هو رئيس الأصابة بالمخدرات بالنجف، صار له 7 سنين محافظ النجف، كل شيء ما قدم للنجف، تصاريح كاذبة، وعود كاذبة، مشاريع كاذبة. كذب في كذب، هكذا يصف العراقيون وعود السلطات في بلدهم، ليس في النجف فقط بل في جميع مدن العراق.